سلام عليكم. في إدارة بالكويت اسمها إدارة الإبعاد، هذه تابعة لوزارة الداخلية وموجودة في كل دول العالم. دائما إذا كان الشخص يعني مثلا مو من أهل البلد نفسه اللي ارتكب الجريمة، يتم إبعاده بعد ما يقضي الحكم اللي صادر ضده على حسب الجريمة اللي ارتكبها، 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة. بعد ما يخلص الحكم، حكم الحبس يعني في السجن المركزي، خلاص يرحل من البلد اللي ارتكب فيه الجريمة. المهم هالإدارة هذه دائما تكون مليانة بالمساجين، عندهم ما يقل عن 8-9 عنابر مليانة من مراكز الشرطة، من السجن المركز ومن غيره. المهم مالكم بالطويلة، في 97 انتقل عندهم عسكري رجل أمن، وكان نشط وذكي جدا. هذا من كثر ما يحب العمل، يعني أغلب المهام اللي تحتاج مثلا إلى رجل أمن يروح مثلا يعد المساجين بشكل يومي، يكتب التقارير، يلبي طلبات المساجين، يشيك على هذا الولد كان كله متواجد، هذا الرجل أمن. في 97 يوم من الأيام قالوا له نبي عدد المساجين، يعني الإجراء الوقائي اليومي هذا المعتاد. ففي اللحظة هذه تم تحذير الجميع بعدم التحرك، كل المساجين لازم يكونون في عنابرهم، ممنوع أحد يدخل ولا يخرج في الساعة هذه، ساعة العد، عد المساجين. فيقوم هذا رجل أمن يدخل عنبر عنبر يعد المساجين ويكتب، يسجل تقرير أن العنبر الفلاني في عدد من المساجين فلان 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 موجودين، علشان يتأكدون أن ما حد يعني هرب، وعلشان يكون العدد مضبوط. فرح أول عنبر عدهم والأمور أوكي، العنبر الثاني مرات يدخل على عنبر يعني يقول له واحد من المساجين مثلا أنا الله يخليك محتاج الشغلة فلانية، أبي مثلا معجون أسنان، أبي فرشات، أبي أكل معين، أنا صراحة مليت من السجن يعني أكل المساجين، يدفع فلوسه ويطلبوا له عادي من المطعم من برا، يعني يفتشون الأكل قبل لا يدخل، يعني ما عندهم مانع. وهذه إدارة الإبعاد، ما هي إدارة يعني متشددة مثل السجن المركزي، لا، لأن هذا مؤقت قاعد وخلاص يبي ترحل يعني، فيتساهلون معاه يعني. المهم يخلص أول عنبر، ثاني عنبر، ثالث عنبر، ويجيه شاب عراقي، هذا كان محكوم على جريمة، ضارب له واحد ومسبب في عاهة مستديمة، وهذا الشخص يعني من أقاربه ورافع عليه قضية. المهم محكوم وخلاص الحين خلص محكوميته يبعدونه. هذا الشخص قال له الله يخليك، يقول حق العسكري، يقول له الله يخليك أنا مليت من أكل السجن. قال له اي آمر، شنو تبي تاكل يعني، تبي مطعم معين؟ قال لا أنا أبي علبة ساردين، تعرفون الساردين السمك الصغير هذا اللي يحطونه في علب معدنية، قال أبي علبة ساردين أنا مشتهي أكل علبة ساردين. قال له أوكي حاضر، راح نرسل لك ونجيب لك عاد من أحد السوبر ماركت، ما في مشكلة. سجل له الطلب وراح العنبر رقم 4، عنبر رقم 5، عنبر رقم 6، عنبر رقم 7. بعد ما خلص العد ويجيه واحد ثاني، هذا جنسيته أردني، عنده قضية ومسجون عليها. المهم كلم الشرطي قال أبي منك طلب، قال له آمر، قال له الله يخليك أنا مليت من أكل السجن. استغرب، كش في يوم العالم اليوم كله ملوا من أكل السجن. قال له إيه شنو تبي يعني، مشتهي شيء معين يعني؟ قال أبي علبة ساردين. قال نعم، شل طلب الغريب، من يأكل علبة ساردين وبسجن وكذا، وش معنى اليوم الاثنين أطلبوا نفس الطلب الغريب هذا، اثنيناتهم يبون علبة، مشتهين يأكلون السمك الصغير هذا علبة ساردين. قال يضحك يقول أوكي أوكي حاضر، سجل له طلبه، طلب بسيط يعني، قال ما في مشكلة نجيب لهم علبة ساردين يأكلونه، الظهر مشتهي يأكله يعني. خله راح حق عنبر رقم 8، لما رجع المكتب وقاعد يشوف الطلبات، في بعضهم يعني مشتهي يأكل فواكه وكذا، وكتب لهم طلباتهم عادي يعني، وحتى في شركات أصلا تجي تأخذ الطلبات وتجيب حق المساجين ويعطونهم فلوس يعني عادي.
لما جاء سجل الطلبات تذكر سالفة اللي بسجن العنب رقم 7 والثاني الأولاني طالبين سردين، فيقول يعني هذا شلون ياكله يعني، حتى يعني مثلا ما طلب بهارات مثلا او بصل، او يعني في احد ياكل سردين كذي يعني؟ استغرب، فقام يسال ربعي، يسالهم يقول لهم يا جماعه انت الحين يعني اجيب لك علبه السردين تاكلها كذي يعني؟ قال من ياكل علبه سردين معود الحمد لله على النعمه، لكن يعني علبه هذه مشكله، هذه يبي لها طباخ ويبي لها شيء يعني بهارات ويبي لها بصل ويبي لها عشان تروح منها رائحه الزفره او الزفره هذه مالت السمك. قال ليش؟ قال يا اخي والله مستغرب، تصدق ان في سجينين طالبين نفس الطلب، يبون مشتهين ياكلون سردين، يبون العلبه هذه مال السردين. المهم هذا قاعد يدورها مخه، قال لحظه شوي، يعني الأولاني هذا عراق الجنسية، الثاني أردن الجنسية، خذ أسماءهم. قام اتصل على وين؟ اتصل على السجن المركزي اللي كانوا أصلا موجودين فيه قبل أن يتم ترحيلهم. سأل قال له يعني حق الزميلة اللي في السجن المركزي، قال له أنا بسألك عن شخصين، هذا اسمه الفلان فلان فلاني عراق الجنسية، الثاني اسمه كذا كذا أردن الجنسية. قال إيش فيهم؟ قال بعرف هذول شلون كانوا محكوميتهم، قالوا محكوميتهم كذا 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 كذا، كانوا ثيناتهم في عنبر واحد. أهلا قال ليش مستغرب؟ قال يعني هذول كانوا يعرفون بعض أكيد؟ قال إيه هذول قاعدين سنوات مع بعض يعني أكيد يعرفون بعض، وانتبه منهم ترى هذول مكارين بشكل رهيب جدا. قال يعني شنو؟ قال يعني مكارين، وترى كذا مرة يعني يتم يعني معاقبتهم لأن عندهم بعض المخالفات، لكن عندهم خطط جهنمية وذكية ما تخطر على بالك. قال يا أخي والله خوفتني. قال ليش؟ قال لا أنا مستغرب منهم. قال لا انتبه ولا تعاطف معاهم، ترى مكارين وصدقني يورطونك. قال له خلاص هذا قاعد يربط الأحداث، هذول يعرفون بعض لكن هذا بعنبر وهذا بعنبر. زين إيش معنى هاليوم طالبين نفس الطلب وطلب غريب؟ يعني لو طالبين مثلا يأكلون تفاحة مثلا هذا شيء طبيعي، واحد يأكل تفاحة وأكل يأكل يعني شيء أكل عادي، أما سردين هذا طلب غريب خصوصا داخل السجن في الإبعاد. فيقول أنا بعد ما حللت تعقدت، يقول لا قلت أنا ليش أسيء الظن يعني لهالدرجة، صحيح أني لازم أحرص لكن مو لهالدرجة أني أشك فيهم عشان طالبين ساردين يعني. يقول رحت وجبت لهم فعلا علب ساردين. يقول لما جبت علبة ساردين وأنا متردد أوصلها لهم ولا لا، فتشت العلب، يقول يا أخي أنا اللي جايبها، أنا شاريها بنفسي يعني العلب أكيد ما فيها شيء، شو يسوون بعلبة الساردين ماني عارف. المهم يقول إحنا عندنا ممر، اسمعوا الصدمة، يقول الممر هذا ممر مال الإدارة، نهاية الممر يكون في باب يدخلكم على ممر اللي هو ممر اللي فيه العنابر، عنابر يمين ويسار وساحة و... يقول الممر هذا أثناء ما كنت أنا رايح علشان يعني أوصل الساردين على حسب طلب، وهذا شيء طبيعي وروتيني عندنا ما في مشكلة، يقول لاحظت وجود قطة. القطة هذه كانت تتمشى في الممر. طبعا اللي يروي لي السالفة هو شخص يعني أحد الضباط اللي كان مصدوم من الواقع، يقول لي بعد ما حقق بالسالفة وكذي وسرد لي، يقول لي ما كنا مصدقين السالفة. يقول العسكري هذا قبل وهو رايح قاعد يفكر في ماسك السردين، يعني يقول لي آخر لحظة وهو يفكر يقول شبهم فيه، شاف قطة قطوة بسة، شافها في الممر. كانوا الضباط والأفراد العسكريين
ماكلين توا غدا في وجبات اللي وصلونها وزارة الداخلية حق الأفراد، وهذه الوجبات يعني خلصوا منها، فمنتظرين بس الفراش عشان يجي يشيلها، يعني حاطينها على مثل الطاولة في الممر، فيها يعني دجاج رز وفيها يعني لحم وكذا. يقول في قطوة أليفة، هذه القطوة معروفة عندنا في الإدارة، يعني تحب أي واحد، يعني ما هي من قطط الشوارع، الظاهر أنها تايهة من أحد البيوت وداخل عندنا بالإدارة وما حد يقرب لها، يعني تروح وترد، أليفة وحبوبة، يعني أي شيء تشوفه تاكله. المهم جاية تشمشم عند الأكل، الأكل هذا كان مسكر يعني بكياس، وإحنا ما نبيها تاكل منه عشان لا توسخ الأرضية وكذا. يقول أنا كسرت خاطري، فتحت لها أحد الأكياس من الفضلات الأكل وطلعت لها قطعة صغيرة من عظمة ولحمة ودجاجة وكذي، وقعد أوكلها، نزلت لها وجت على طول قاعد تاكل جوعانة. يقول وإيه قاعد تاكل وهذا الولد قاعد يطالعها وماسك علب السردين، القطمة لما نزلت راسها وقاعد تاكل وينتبه العسكري إن هالقطوة هذه كأن فيه يعني شيء لابسته. هالشيء هذا اسمعوا الصدمة، الشيء هذا عبارة عن جلد ومكسو من الفرو، الفرو نفس لون شعر القطة، يعني تعرفون بعض القطط فيها شعر خصوصا القطط الشرازية هذه، فيقول هي صح فيها شعر اللي هو الفرو مالها من جهة الصدر، فلما تنزل راسه يقول انفتح طرف الغطاء هذا الجلد، فيقول انا انصدمت ان هذا اصلا الشعر اللي في صدرها هذا مو شعر القطة نفسها، لا هذا عبارة عن جلد ملبسين لها عن طريق الاستيك او البلاستيك او السيور المطاطية، وملبسين القطة فيه، وداخله حاطين فيه شنو، كيس فيه تقريبا 300 حبة كبتاغون هذا المخدر. يقول انصدمت وامسك القطوة، يقول لما رفعت ولا فعلا هذه حبوب مخدرات. هني فهمت انا ليش المساجين يبون السردين. اخذت القطوة طبعا انا، يعني يقول الضابط يقول لما دخل علي انا صرت في حالة ذهول ومصدوم منه. قلت له شنو ايش فيك؟ قال لي شوف القطوة هذه قاعدة تهرب المخدرات. قال شنو؟ قال شوف، ويفتح ولا كمية حبوب مخدرة. قال وين لقيتها؟ قال هذه اللي كلها تمشى عندنا هني، وهذه كانت تتمشى بين العنابر، تطلع من عنبر لعنبر. تبين بعدين ان السجين الاول مثلا يطلع علبة السردين يخليها بس تشم، هذه اذا شمت علبة السردين تجي من اخر دنيا تشم رائحة وتجي ركض تموت بالسردين، معودينها، فاول ما تشم تروح العنبر، هذا يمسكها ما يعطيها علبة السردين، لا ياخذها يحط داخل الجيب هذا المخفي يحط فيه حبوب او ياخذ منه حبوب وبعدين يرميها من القفص. يقوم الثاني يفتح علبة السردين اللي عنده، تترك الاولاني وتروح حق الثاني، وهذاك ياخذ من الحبوب او يحط فيها حبوب، وصايره يعني مرسال يوصل الحبوب والمخدرات بين المساجين، ومرات تطلع برا علشان تاخذ الحبوب الزياده وتدل طريقها، يعني تدل المكان اللي تطلع فيه برا عند الباب. وهذه اداره، ما هي اداره مثل السجن يعني دقيقه ولا فيها سور كبير وكذا، حتى ولو بس القطه هذه شلون تمنعها يعني. وكثير حوادث حصلت في الكويت وغير الكويت، يتم استخدام الحيوانات في التهريب، يهربون عن طريق الغنم او الخرفان في من الحدود، اول يعني مثلا بين الكويت والسعوديه في نقاط حدوديه لتنقل الرعيان،
فمرات يستغلون يعني بعض المجرمين يستغلون الغنم أو الإبل نفسها أو تكرموا الحمار نفسها يحطون فيه مخدرات ويخلونه يمشي بروحه يدل طريقه، مثلا يجيبونه من السعودية مثلا أحد البر في السعودية ويدخل الكويت يحط فيه مخدرات مثلا ويخليه يمشي بالبر، هذا يدل طريقه يروح يعبر النقطة ويشوفونه رجال أمن، يعني هذا مجرد حمار ولا يعني ناقة ولا مثلا غنم ولا يتركونه. بعدين اكتشفوا الحيل اللي قاعد يستخدمونه. مالكم بطولة يقول احنا بعد ما بلغنا العسكري في الموضوع قلنا لازم نتأكد ونعرف من المجرم. يقول اخذنا اللي داخل القطة وبدينا بالمراقب وتركناها في الممر مال العنبر. يقول شوي وفعلا يقول طبعا وصلنا الساردين احنا حق المساجين، وهذا كان الكلام بعد اذن من النيابة وتم يعني سوينا مسرح الجريمة. يقول سلمنا الساردين ونسمع شنو هذا السجين الأول يفتح العلبة ويضرب، تعرفون المسكة اللي مات العلبة يضرب فيها كذي يعطيها رنة، القطوة أول ما تسمع رنة العلبة تبي تنفتح تروح تركض يقول فعلا وتدخل عنده، هذا مسكها يقلب فيها ما في مخدرات رماها من الشبك، قام الثاني سوى نفس الحركة يطق طق يطق طق وتروح لركض. هني عرفوا الحركة وتم إلقاء القبض عليهم وتم اتهامهم بتعاطي المخدرات كذلك وتهريب المخدرات والحكم عليهم مرة ثانية وردوهم للسجن المركزي وسجنوهم لمدة 3 سنوات. وطبعا ما أدري قطوة كنا سجنوها ولا ما أدري يمكن كانوا مستغلينها أو يعني كانوا يبتزونها ما يندرى. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.